ضربة مؤلمة تلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس إثر انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من المنظمة بشكل فوري، ما ينذر بتصدع المنظمة التي ظلت تعمل لعقود، ويفرض تساؤلات حول مصير الدول الإفريقية الثلاث في وقت يتعاظم فيه نفوذ روسيا في مقابل ضعف التواجد الفرنسي بالقارة. في ظل ضغوط غربية متصاعدة على الدول الثلاث لا سيما من فرنسا، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ بعد اتخاذهم تلك الخطوة التي وصفوها بأنها استجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم. انعدام للأمن، عنف من جماعات متشددة، وأوضاع اجتماعية متردية، أزمات كثيرة تواجه الدول الثلاث، إذ توترت علاقة إيكواس بمالي في 2020 وببوركينا فاسو في 2022 والنيجر في 2023، إذ فرضت المنظمة عقوبات شديدة على الدول الثلاث وعلقت مشاركتهم بها. في 16 من سبتمبر الماضي وقع قادة النيجر ومالي وبوركينا فاسو اتفاقاً في باماكو، والذي بموجبه تعهدت الدول الثلاث بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي ضد أي منها، واعتبار أي اعتداء على سيادة وسلامة طرف عدواناً على الأطراف الأخرى، ووسط ضغوط فرنسا لاستعادة نفوذها الإفريقي المأزوم، كان الحضور الروسي متواجداً سريعاً عقب الاتفاق العسكري الثلاثي مع وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يافكوروف باماكو، والالتقاء بوزراء دفاع مالي والنيجر وبوركينا فاسو. لا أفق للوساطة الآن، هكذا يبدو الوضع بين إيكواس والدول الثلاث وسط توقعات بتعاظم الصراع بين المنظمة والدول الثلاث. وعلى الجانب الآخر تزداد الاحتمالات بضعف إيكواس التي خسرت ثلاث دول هامة وبات مصيرها مقلقاً أكثر من أي وقت مضى.